صباح الخير وصباح السعادة وأول الأسبوع وعشرة الصبح في الأهلي، وأكيد معانا يعني فقرات مختلفة وكمان أخبار مختلفة وأخبار حلوة. خلينا نقول هي أخبار كتير إيجابية، إذا كنا هنتكلم على الأولمبياد ولا إذا كنا هنتكلم على الأهلي وفوزه المباراة ولا ورا مباراة، بصراحة بنشوفه وبيحققه وده اللي احنا عايزينه دلوقتي. كان عندنا 8 مباريات، بعد كده 7 مباريات، بعد كده بنتكلم في 6 مباريات إن شاء الله عشان نحافظ على اللقب. صباح الفل يا كريم. صباح العسل. صباح العسل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. بدايه يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. زي ما نهاوند قالت لحضراتكم هيكون عندنا النهارده فعلا مجموعه لطيفه من الاخبار الحلوه، طبعا نتيجه ان اليومين اللي فاتوا في شويه اوضاع استجدت فيما يتعلق بمشاركه بعثتنا المصريه في دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020. ولكن اسمحوا لنا ان البدايه مش هتكون بهذا القدر من يعني الاخبار مش حلوه صحيح. يعني لان احنا هتكون بدايتنا مع حضراتكم ان احنا بنتوجه لانفسنا الحقيقه اولا ولكل حضراتكم باحر تعزينا في وفاه الفنانه الكبيره الجميله ذات الكاريزما شديده الخصوصيه دلال عبد العزيز، واللي كلنا بنعتبرها يعني الى جانب تقديرنا ليها ولفنها هي كمان من الشخصيات اللي كل الناس اجمعت على طيبتها وقد ايه انسانه اصيله وقد ايه كانت صاحبه واجب. دايما حضراتكم تلاقوها في كل المناسبات وخصوصا الحزينه منها لازم تلاقوها في اوائل الحضور. فنانه كبيره وطبعا قصه حب عظيمه جمعت ما بينها وبين الراحل الكبير اللي فقدناه برضو من فتره مش طويله الفنان الكبير سمير غانم. قصه حب جمعت ما بينهم لمده 37 سنه الحقيقه، يعني جمعهم الحب وجمعتهم السينما والفن وجمعهم المرض وللاسف في النهايه جمعهم الموت. فطبعا احر تعزينا لدنيا وامي سمير غانم ولزملاء الاعزاء حسن الرداد ورامي رضوان، يعني عظم الله اجركم وخالص تعزينا. أنا بضم صوتي لصوتك وأعتقد كل المصريين وكل العرب مش بس المصريين بيضموا صوتهم لينا، لأن امبارح كان في حالة من الحزن الشديد، مش فكرة بس فنان رحل أو شخصية رحلت، لا هي زي ما أنت قلت في ناس كده بتبقى محبوبة من الجميع يعني. ودلال عبد العزيز وسمير غانم يمكن من الثنائيات اللي كانت موجودة اللي محبوبة جدا، بيفكرونا بيه يمكن شويكار وفؤاد المهندس، بجد يعني كابل كان جميل وروحه حلوة ومحبوب من الجميع، كمان زي ما انت قلت يعني جمعهم الحب والزواج والعشره والمرض وكمان الموت، ولكن يعني للاسف هي دي الحياه. برضو خلينا نقول فنانه دلال عبد العزيز هي من مواليد 60، يعني هي كمان يعني سبحان الله هي مش كبيره ابدا في السن، تقريبا توفت وعندها دلوقتي 61 سنه. واتجوزت سمير غانم الفنان العظيم الراحل ايضا كان عام 1948، وعايزه اقول لحضراتكم ان هو زي ما احنا عارفين توفي شهر 5 اللي فات، وهي يعني توفيت بالامس شهر 8، يمكن الفرق بس 3 شهور. ربنا يرحمهم يا رب، وتعازينا اكيد لاسرتهم، وصدمه كبيره قوي على طبعا البنات يعني طبعا دنيا وامي، لما اكتر اتنين اعتقدش في حد في الدنيا بيبقى اهله في حد اغلى منهم عنده، فلما حد بيفقد ابوه وبعدين امه ورا بعض كمان طبعا. ربنا يصبركم في هذه المصيبه، ربنا يقويكم، لان الواحد دلوقتي لا يملك غير ان هو يكون يعني قوي وان هو يدعي. فربنا يرحمهم يا رب يعني، وزي ما احنا هنرجع نقول تاني بيرحل الانسان ولكن بتبقى يعني اعماله وذكراه. اكيد اكيد يعني فعلا كلنا بندعي ان ربنا يربط على قلوبهم، لان بصوا حضراتكم مشاعرنا احنا تجاه سمير غانم ودلال عبد العزيز رحمه الله عليهم، ما بالكم بمشاعر بناتكم، يعني اكيد حاجه مش سهله. والحقيقه سمير غانم ودلال عبد العزيز رحمه الله عليهم كانوا برضو من الثنائيات اللي وضعهم كان استثنائي جدا على كل الاصعده، من اطول قصص الحب ومن اطول قصص الزواج، رغم فرق السن كمان كان 20 سنه تقريبا ما بينهم، وبعدين طول عمرهم بعيد، هما الاثنين بعيد كل البعد عن اي مشاكل. عمرك ما تسمعي اسم سمير غانم او دلال عبد العزيز طرف في اي مشكله صحيح. فيعني رحمه صحيح. الله عليه. لا هي شخصيه جميله، وزي ما كله كان بينعيها امبارح كان بيتكلموا كده حبيبه الكل وصاحبه الواجب صحيح. يعني ما فيش حد غير نتكلم عليها كده. ولو هحكي حاجه سريعه جدا في ثواني كمان يا كريم، زمان كنت انا والزميل العزيز رامي رضوان بنعمل برنامج صباحي مع بعض صحيح. فهي كانت عارفاني كويس، قابلتها بالصدفه، كان معاها برده الله يرحمها رجاء الجداوي، وقابلتهم في احد بواخر يعني في الزمالك، وسلمت عليا قوي وقعدت تقول لي كلام جميل جدا، يعني انا بتفرج عليكم وانتوا عاملين شغل حلو، وهي ما تعرفنيش يعني ما تعرفيش اول مره تقابلني، ولكن قد ايه ذوق، قد ايه بتديك طبعا. كلام الواحد بس لما بيبتسم في وش حد قد ايه بتفرق، لا كمان لما تبقى فنانه كبيره بتيجي تتكلم معاك ساعتها كنت انا لسه ببتدي على فكره طبعا. اصلا في الاعلام، فست جميله، والمواقف الصغيره دي هي دي اللي الواحد بيفتكرها. على كل حال ربنا يرحمهم ويصبرنا جميعا يا رب. اللهم امين. خليني بقى اروح مع حضراتكم دلوقتي لان احنا معانا
معانا فقرة كمان أولى أعتقد أن هي مفيدة جدا، لأن هنتكلم فيها عن تقنية الملاعب الأوروبية والمصرية، وهنتكلم كمان عن الفرق ما بينهم. ممكن حد أول ما يرى العنوان كده يقولك أكيد الفرق كبير جدا، صح أكيد الفرق كبير جدا، ولكن إحنا من التقنية أو الحديث عن التكنولوجيا عايزين كمان نروح نشوف تأثيرها فكريا وأدبيا وإداريا وتجاريا على هذا المجال. أعتقد هيبقى فيه كلام كتير جدا هنتكلم فيه. الفقرة التانية زي ما إحنا أكيد عارفين ومتعودين هنتكلم فيها عن بقى الكورة، وكابتن ماهر همام نجم الأهلي السابق هيكون منورنا. الحمد لله إحنا جايين النهاردة وفي فوزين للأهلي، كان يوم الأربع وأسوان ويوم السبت سيراميكا، ماتشين حلوين ماتشين مهمين، لكن في كلام كتير برضو هنقوله فيهم. فكرة هنا برضو التحكيم من غيره، يعني حاجات صغيرة كده بس مش هنعديها. خلينا نروح دلوقتي بقى لنجاح لاعبينا الأولمبيين في طوكيو، والحاجة المشرفة جدا بنتكلم بعد برونزيتين التايكوندو لسيف عيسى وهدايا ملاك، حققنا برونزيتين تانين في المصارعة الرومانية لبطلنا محمد كيشو، في الكاراتيه لجيانا فاروق، ختامها كمان كان بحصد أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث. وعايز أقول لحضراتكم بجد كانت منافسات قوية جدا، ويمكن عدنا نقول اصبروا يا جماعة، قعدنا نقول يا جماعة اصبروا لما كنا في بداية خالص الأولمبيات والبعثة لما راحت والناس كانت البعض لا احنا مش أداء مشرف، ايه اللي بيحصل ده، يا ريتهم ما سافروا. فاكر الكلام اللي ما كانش له لازمة ده، واللي اتكلمنا في هذه النقطة قبل كده، لكن احنا بنتكلم ان احنا أبطالنا قدروا ان هم حققوا الميداليات المختلفة، واختامها بقى بالذهبية، ذهبية الكاراتيه اللي حققتها في ريال أشرف بكل قوة بكل فخر. حقيقي قمة السعادة ان انت لما تسمع كمان كده النشيد الوطني وهو بيتعزف في المحافل الدولية المختلفة، لو شفتوا حضراتكم في طوكيو تحديدا، يعني اعتقد شعور ما حسناش بيه ما شفناهوش من بقى نرجع كده بتاريخ الارقام يا كريم 2004. يعني اخر ذهبيه حققناها كان عن طريق لو حضراتكم فاكرين كرم جابر في المصارعه اللي كانت في اولمبياد اثينا، فحاجه مشرفه جدا. ولو انتوا برده ما اعرفش اكيد مش كلنا شفنا لحظه الفوز، ولكن عايزه اقول لكم ان فريال يعني نزلت وطت على الارض وكانت بتعيط، وكانت عارف لو تقول بصوت ان انت فخور، فلا بجد حاجه كانت جميله. وبرضه انتشرت بعديها بلحظات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو برضه متصور في بيتها، والدها ووالدتها واهلهم قاعدين كلهم اللي بيصرخ واللي بيعيط واللي بيشجع واللي بيهلل واللي اكيد يعني لحظه عظيمه جدا لاي اب وام في الدنيا ان هم يتفرجوا كده على شاشات التلفزيون ويشوفوا ابنهم او بنتهم طبعا بيتعزف ورا منه النشيد الوطني وبيترفع بموجبه رايه مصر والناس كلها بتقف ليه تقديرا واحتراما. دي اللحظه اللي الناس دي فانت اعمارها بالكامل عشان توصل لها، فطبعا حاجه جميله جدا وحاجه محترم. عموما احنا حتى هذه اللحظه حققنا 6 ميداليات في طوكيو، او ده الفيديو بالمناسبه اللي بحكي لحضراتكم عليه، حاجه عظيمه جدا جدا. وبرده قبل منها بايام شفنا فيديو مشابه لاهل السباح التونسي برده اثناء المنافسه اللي فاز فيها بالميداليه. بصي انا عايز اقول لك يا كريم ان بجد لما شخصيه عربيه او بطل عربي بيلعب احنا كلنا، يعني امبارح مثلا التعليق اللي كان قال لك مصر بتحقق اول ذهبيه للعرب في تاريخ الكاراتيه الاولمبي، يعني اول ذهبيه للعرب، ما قالش لمصر للعرب. فهو ده او هي دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها، حاجه كانت جميله جدا لما عربي او بطل رياضي عربي بيمثل اي دوله عربيه بيفوز كلنا كعرب بنكون حقيقي فوزنا. ف يعني ربنا يسعدهم، واكيد اعتقد دي لحظه مش بس كانت في بيت في ريال، كانت في بيتنا كلنا، يعني ما اعتقدش ان ده كان شيء بس مقتصر او مقتصر على عيلتها، لا 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 بالعكس. بس شفتي الشوط بالمعنى الحرفي للكلمه بيتنططوا من الفرحه، فربنا يزود افراحنا وان شاء الله في يعني المواسم المقبله والنسخ المقبله من الدورات الاولمبيه بنتامل خير ان شاء الله. احنا لغايه دلوقتي كنت لسه بقول لحضراتكم حققنا 6 ميداليات في اولمبياد طوكيو اخر يوم ده، اللي طبعا اترفع من خلاله ترتيب مصر العام من 80 الى رقم 53. الجميل بقى والجدير بالتوقف امامه هي رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي لفريال اشرف لما توجه ليها بالتهنئه، وقال اتقدم بالتهنئه لابنه مصر البطله فريال اشرف لحصولها على الميداليه الذهبيه للكاراتيه باولمبياد طوكيو 2020، انجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدره المصريين على صنع الانجازات في جميع المجالات. فخور بابنتي فريال اشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدوليه. طبعا يعني رسالة يعني ما فيهاش ذرة يعني ايه شك، تحسسك جدا باهتمام الدولة بالكامل والرئيس الجمهورية بكل ولاده المصريين والمصريات في كافة المحافل الدولية.
بص يعني انا مش عايزه اقعد اتكلم في الموضوع ده كتير عشان ما حدش يقولني متحيزه يعني، ولكن احنا برضو بنتكلم بواقع، بنتكلم في على الارض زي ما بيتقال كده بجد. انت عندك كان يعني زي ما بيتقال بوتنشال عظيم جدا، ولكن كان محتاج دعم وكان محتاج توجيه وكان محتاج كده زي ما حد يقف في ظهره. فلما تيجي بعد كده تتكلم عن المراه، واللي كان بيقول لك المراه مش صالحه لبعض الاعمال والرياضات معينه، عايز اقول لكم الميداليات اللي احنا جبناها اصلا في العاب يعني تعتبر عنيفه وقوه وغيره، كاراتيه وغيره، رياضات قتاليه فعلا. قتاليه بس كلها. دي حاجه تخوف يا ست الكل. لا هي حاجه يعني كويسه، حاجه تخوف، لان بقى في يعني ايه على الصعيد ده القتالي فيما يتعلق بالمراه ابتدت الامور تبقى مريبه حبتين. فيعني بص انا متفق معاك يعني، بس ده اللي ياكد الكلام ان مفيش حاجه اسمها راجل وست، مفيش حاجه اسمها طبعًا. جنس عن جنس بيتميز، في حاجه اسمها انسان عن انسان. يعني انا عامل ازاي، انا بشتغل على نفسي ازاي، هي دي النقطه. فدلوقتي الثقافه ابتدت تتغير، دلوقتي المراه استطاعت ان هي مش بالكلام بقى بالفعل ان هي تثبت ده على الارض، وبالتالي ده هيخلي الفكر يتغير اكيد. فاحنا بنتكلم مش بس يعني فكره فوز، لا في رسالتين كمان لو هنرجع لسياده الرئيس يعني كان وجههم للاعبي اليد كمان بعد خسارتهم في فرنسا، والثانيه كانت رساله ثانيه وجهها بعد الهزيمه من اسبانيا ولما احتلوا المركز الرابع في طوكيو. يعني اتكلم ان ده انجاز برضو، لان اول مره منتخب عربي وافريقي اصلا يصل لهذا المركز. وقد ايه في تقدير من سياده الرئيس لمجهودهم وانهم عملوا كل اللي في وسعهم. ما هو برضو الواحد في الاول في الاخر بيتكلم ان اسعى اسعى اعمل اللي عليك، بعد كده التوفيق ده بقى مش بتاعنا. ففكره ان هم يسعوا عشان يحققوا ميداليه، لكن المنافسه خلينا نقول برضو كانت قويه جدا يعني فرنسا واسبانيا. صحيح. وخليني اقول لك بقى يعني احنا كلنا اكيد تابعنا فرنسا هي اللي كسبت كمان، فهو فريق مش صغير فازت على الدنمارك اللي هو بطل العالم، وحاجه يعني برضو زي ما بنقول اداء مشرف. طيب في كمان مكالمه كانت مهمه جدا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاعبين، ده كان قبل المباراه يعني. فنتكلم ان منتخب اليد فعلا بيستحق الدعم، ويمكن افضل منتخب لو فكرنا كده فيها او يعني حللنا افضل منتخب حقيقي جماعي بيشرفنا في كل البطولات. معلش ولكن اللي جاي ان شاء الله دايما بنقول اكيد هيكون احسن. منتخب قوي مفيش ذره شك في هذا الكلام، وفعلا مليء بالعناصر المميزه جدا والقويه جدا، مستوى عالمي بالمعنى الحرفي. وطبعا كلنا اكيد مستنيين منهم ان شاء الله الميداليات الذهبيه والمراكز الاولى في كل المنافسات والبطولات القادمه، وبالاخص اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. وعايز اقول لحضراتكم برضو بمناسبه كلامنا عن ذهبيه فريال اشرف، دي الميداليه الذهبيه رقم 8 في تاريخ مشاركات مصر في الدورات الاولمبيه السابقه. الاولى كانت للسيد نصير في رفع الاثقال في اولمبياد امستردام سنه 1928، وابراهيم مصطفى في المصارعه في نفس الاولمبياد امستردام 28، وانور مصباح في رفع الاثقال اولمبياد برلين سنه 1936، وخضر التوني رفع الاثقال في برلين 36، محمود فياض في رفع الاثقال اولمبياد لندن سنه 1948، وابراهيم شمس رفع الاثقال في نفس الدوره الاولمبيه لندن 48. وبصوا بقى حضراتكم بعديها بكام سنه من سنه 48 كرم جابر في المصارعه اتينا 2004، انت متخيله من سنه 48 ل 2004 ما عدتش عليكي ميداليه ذهبيه واحده. بس دلوقتي مين اللي جاب لنا الذهبيه؟ أيوة بقى ايوه وما اختلفناش، ما قلناش حاجه، مصريه وبطله عظيمه حقيقي عربيه خلينا نقول. فحاجه محترمه جدا. نروح نتابع بقى دلوقتي بما احنا بنتكلم تفاصيل المنافسات اللي فازت فيها فريال اشرف على بطله اذربيجان في المباراه النهائيه. كانت النتيجه 2-0 عشان تحقق زي ما قلنا الذهبيه الاولى لمصر في دوره الالعاب الاولمبيه الحاليه. خلينا نروح نتابع. The losers of the two semis would take bronze. Kazakhstan's Sofia Berukzeva faced Feriol Abdelaziz of Egypt. The Egyptian edged in front, striking with speed to earn a single point Yuko, 3-1. As Berukzeva struck, Abdelaziz countered and earned points of her own. Berukzeva gave her all, but it was the Egyptian who went into the final. The gold medal bout, and Zaretska tackled the in-form Egyptian. Both fighters eyed each other's every move to judge when to strike. No points scored, and into the final minute, Abdelaziz struck first with a punch for a single point Yuko, followed immediately by another. 2 points down, Zaretska launched all-out attack. Zaretska gave her all, but Abdelaziz defended every strike. And she was the Olympic champion. The two bronze medalists
Gong Li of China and Kazakhstan's Sofia Berukseva. Irina Zaretska of Azerbaijan won silver and Feriol Abdelaziz took the gold medal for Egypt. طيب خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ومعانا من طوكيو ودلوقتي المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية. يا باشمهندس صباح الخير ومبروك علينا حقيقي في البداية. أول مبروك لمصر طبعا كلها إنجاز رائع وعندنا هنا بقى مساء خير. حاجة محترمة ومشرفة وبنتكلم باشمهندس بست ميداليات ومش بس فكرة هنا يعني رحلة فوز، لا ده في كفاح في سعي في كواليس احنا ما كناش عارفينها. خلينا نسمع من حضرتك ولحظات كمان التتويج والفوز، يعني انقل لنا يا باشمهندس الصورة، عايزين نعرف الصورة اللي احنا ما شفناهاش يمكن كمان على الشاشات. اتفضل باشمهندس شريف. الحقيقة ان هنا كل اللاعبين واللاعبات بذلوا اقصى جهد ممكن. انا بحيي كل ال 133 لاعب ولاعيبه المصريين في اولمبياد طوكيو، محدش اثر على الاطلاق، كله بذل الجهد والعرق واقصى حاجه عنده. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا، مستحيل ان بيحصل هذا القوام كلها توفق بشكل كبير او كلها حتى تخطر. فاحنا توقعاتنا كانت مظبوطه الحمد لله، احنا قلنا للناس انتظروا، قلنا امتى بالظبط مواعيد الناس اللي عندنا القادره على المنافسه، بعضهم حقق نتيجه كويسه بعضهم اخطا، اننا مستنوا للاخر لان قوه الضرب عندنا كلها في الاخر. اخر حاجه كان عندنا اليد والكاراتيه والخماسي، ثلاث فرص في اليوم قبل الاخير للمنافسات اللي هو كان امبارح. الحمد لله ان ربنا كرمنا باثنين، كنا نتمنى الثلاثه كمان كلهم يجوا، انما الحمد لله نتيجه اكثر من رائعه. كسرنا الرقم القياسي المصري في اولمبياد الكبار اللي كان خمسه تحقق ثلاث مرات قبل كده زي ما انتوا قلتوا، خلاص المره دي ست ميداليات كامله لمصر، حاجه اكثر من رائعه. جميل. اولا انا بصبح على حضرتك برضو، تحياتي لحضرتك ولكل القائمين على البعثه المصريه. وعايز اسالك يعني انا مش عارف حضرتك كان عندك مساحه وقت كافيه في وسط اللي انت فيه هناك في طوكيو ان انت تتابع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات البعض من الناس اللي كان بينتقد ان حجم الانجازات لا يتماشى مع عدد المشاركين في البعثه المصريه وعدد المشاركات في الرياضات المختلفه في هذه النسخه من الدورات الاولمبيه، فحضرتك تعليقك ايه وانت بقى حضرتك جوه المطبخ وشايف بنفسك حجم التفاني اللي موجود عند كل الناس، تقول لهم ايه اللي كتبوا النوع ده من التعليقات يا فندم؟ اتفضل. لا انا اقول لهم يعني طبعا ربنا معاكم خلاص، الحقيقه انما اللي بيكتب النوع ده يعني نقد هدام ملوش اي اسس علميه على الاطلاق، كلام غير منطقي. احنا عملنا مؤتمر صحفي قبل ما نيجي الاسبوع اعلنا فيه كل حاجه، فاحنا عارفين من الاول ان احنا شايفين 133 لاعب ولاعيبه في 23 لعبه، عندنا فرص في خمس ست العاب فقط لا غير، عندنا فرص ب 19 لاعبين فقط لا غير، ده وضع طبيعي في اي بلد، مفيش اي حاجه غريبه، يعني امريكا نفسها اللي جايبه حوالي 100 ميداليه جايبهم حوالي 80 بني ادم او حاجه و80 بني ادم، من قوام بعثه 500 ولا 600 بني ادم. وضع طبيعي جدا، مفيش اي حاجه غريبه الحقيقه. لا احنا الحمد لله واثقين من نفسنا، عارفين احنا بنعمل ايه، مصر ماشيه في الطريق الصحيح وهنفضل مكملين، مش هنبص لاي نقد، انما بنقول للشعب لازم تقف ورا اللعيبه، لازم تدعموا اللعيبه، اي حد بيوصل الاولمبياد هو بطل طبعا كل المقاييس. طبعا هو وصل بناء على برضه بطولات سابقه وميداليات وغيره. يعني خليني اروح مع حضرتك لاخر نقطه باشمهندس شريف، وهي فكره بقى هنا، معلش انا هبص لقدام، احنا دايما كده ايه بنحب نبص بقى للي جاي. اولمبياد بنتكلم فرنسا 2024، هل ممكن نقول ان احنا ان شاء الله في هذه الاولمبياد وهذه يعني النسخه نقدر ان احنا نكون اداء وتجهيزا وفوزا كمان افضل؟ يعني هل احنا نتعشى ان شاء الله ان 2024 في فرنسا ان احنا ممكن كمان نتحسن والميداليات تبقى ذهبيه اكثر، يعني خلينا نقول بهذا الشكل؟ طبعا طبعا ده شيء منطقي. احنا اولمبياد ريو جايبين ثلاث ميداليات، اولمبياد طوكيو جايبين ضعف سته، طبيعي جدا كمان ان احنا نجيب اكثر في اولمبياد باريس لو اشتغلنا صح ولو صرفنا صح ولو احنا عدينا لعيبتنا صح. احنا لعيبتنا كلها سنهم صغير جدا، لازم الناس تعرف الكلام ده، فمتوسطات الاعمار عندنا هايله بتبشر بالخير لفريق 24 وكمان لوس انجلوس 28. فالحقيقه احنا ماشيين في الطريق الصحيح، الاتحادات بس تجتهد، الماليات تتوفر عشان نعرف نعمل البرامج بشكل كبير،
ان شاء الله الخير جاي لمصر ان شاء الله. انا عندي نقطه معلش دلوقتي جات لي معلش لازم اتكلم مع حضرتك فيها برضو. فكره هنا التنسيق بين الدراسه وبين التدريب وغيره، دي نقطه مهمه مش احنا اللي بنتكلم عنها ولكن ابطالنا هم اللي تحدثوا عنها اكتر من مره. هل هناك سيكون تنسيق بشكل افضل ربما بين وزاره التربيه والتعليم او التعليم العالي ويعني الشباب والرياضه والاتحادات المختلفه في فكره هنا ان انا ادي فرص افضل وتسامح يمكن افضل في فكره الامتحانات والتاجيلات لابطالنا، لان دي بتبقى عائق الى حد كبير يا فندم؟ طبعا كلامك مظبوط، بس اللي انا لازم اقوله ان هو مصر حصل فيها تحسن كبير قوي 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 الحقيقه في الحته دي. يعني السنه دي احسن من السنه اللي فاتت وهكذا وهكذا. لا الدنيا ماشيه كويس في هذا الاتجاه، بنتقدم. عايزين افضل من كده، عايزين صناعة البطل عايزة قاعدة في الجامعات كتيرة. يعني محتاجين نبقى زي أمريكا، عندنا قطاع بطولة زي الـ NCAA، يعني يبقى هي هو ده اللي بيفرض الأبطال بجد. صحيح. خلاص احنا عندنا بنفقد أبطال كتير جدا في المرحلة بتاعة الثانوية العامة للجامعة ومرحلة الجامعة كمان. أنا بتفق مع حضرتك، وعلى كل حال ألف ألف مبروك ومجهود رائع وربنا يوفقكم وتعودوا منتصرين كمان وكمان. يعني باشمهندس شريف شكرا ليك جدا حقيقي، تحياتنا لكل الأبطال المصريين حقيقي. على ذكر النقطة اللي كنت بتتكلمي فيها، آخر سؤال توجهتي بيه للأستاذ شريف، فكرة إن اللاعب يقدر يكون متفوق دراسيا ومتفوق رياضيا على حسب ما أنا قريت، والله أعلم العهدة على الموقع اللي قريت فيه الكلمتين اللي هقولهم لك دول، سمعت ان فريال اللي هي صاحبه الميداليه الذهبيه اللي شرفتنا في اولمبياد طوكيو هي كمان الاولى على دفعتها في كليه صيدله، يعني عرفت تحقق المعادله اللي انت شخصيا دايما بتتكلمي عنها. معادله صعبه بس برافو عليها فعلا. فكره ان انت تتفوقي دراسيا من غير ما ده يعطلك عن الانجازات الرياضيه او العكس، فده بتحقق، بس اكيد مش كل الناس تقدر تعمل ده باريحيه. يعني على كل الاحوال تعالوا بقى نكمل مع حضراتكم تفصيص الميداليات اللي استجدت علينا في كام يوم اللي فاتوا، نروح للمنافسات الخماسي الحديث اللي مصر فازت فيها بالميداليه الفضية. طبعا فاز البريطاني جوزيف تشونغ بالميدالية الذهبية، وفاز بطلنا المصري أحمد جندي بالميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى اللاعب الكوري الجنوبي. طيب خلينا نروح مع حضراتكم بقى لملف اخر، ودلوقتي نروح للاهلي والمباراه بالامس والمباراه اللي احنا شفناها يعني بفوز خلينا نقول هافي سكور على السيراميكا، رباعيه نظيفه للاهلي ده غير يعني اللي اتلغى فضت خيركم فضت خيركم. هنتكلم في هذه النقطه لان اعتقد يا كريم برضو فيها كلام. على كل حال احنا شفنا مباراه ما كانتش مباراه سهله ابدا، وشفنا لقاءات مهمه كمان مع سامي قمصان، وشفنا لقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا ده غير التصريحات المختلفه لموسيماني. والحديث دايما او الكلام الكومن او المشترك ما بين الثلاثه اللي فكره هنا احنا عندنا خلاص ست مباريات مهمه جدا، دي محطه وخلصت، انا عايز احافظ على اللقب، انا مركز جدا، انا ماليش دعوه باي حاجه بتحصل حواليا. فاعتقد ده كل ده او هو ده الكلام المهم. فكره هنا الفريق الاخر وسيراميكا، لو هنتكلم برضو يا كريم يعني المدير الفني لسيراميكا كابتن هيثم شعبان هو كان تحدث ان في ظروف مر بيها سيراميكا كانت صعبه قبل المباراه، وفكره كمان الطرد اللي حصل، فانت بتلعب ب 10 لعيبه وهم اوريدي دخلوا الماتش اصلا عندهم غيابات، فكل دي حاجات ربما تكون ظروف يعني مر بيها الفريق. ولكن على الصعيد الثاني برضو لو هتتكلم ونشوف حارس مرمى سيراميكا اللي هو اصلا كان ناشئ كمان، واللقاء اللي اجرى معاه امس وكان في كلام، انا بصراحه لما اتفرجت على اللقاء ده انا انبسطت، هو كان بيتحدث يعني دي اول مباراه اصلا يشارك فيها بشكل رسمي وان هي تكون امام النادي الاهلي، فده شيء اعتقد محترم جدا وبالنسبه له فخر كبير، وهو كان من ناشئين الاهلي اصلا لمده 5 سنين. وفي لقطه كمان انا يعني شفتها كده وكانت مكتوبه برضو على مواقع مختلفه، فكره ان محمد الشناوي اداله التيشيرت بتاعته، كلها لمسات جميله وحاجات في الكوره هي دي اللي احنا بنحب نشوفها، هي دي كره القدم وهي دي الرياضه في العموم. ف ايوه لا بقول لك امبارح الماتش حكايه امبارح الماتش حكايه لا ماتش كان قوي مفيش ضرر تشك في هذا الكلام، يعني الحقيقه مباراه ولا اروع في كل تفاصيلها، والحقيقه المباراه مليانه بالفعل تفاصيل. يعني حضراتكم مثلا عندكم في الشوط الثاني نجح النادي الاهلي في تسجيل 3 اهداف متتاليه، حمل الهدف الاول توقيع محمد شريف من ركله جزاء زي ما حضراتكم تابعتم معانا،
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 72 بأقدام طارق سامي مدافع سيراميكا اللي أحرز هدف بالخطأ في مرماه، واختتم الرباعية محمد مجدي قفشة في الدقيقة 79 بتسديدة صاروخية. بالنتيجة دي بيوصل الأهلي إلى النقطة رقم 64 وبالتالي بيتصدر قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة رقم 33. طبعا النهاردة زي ما كنا بنقول لحضراتكم من شوية هيكون لنا كلام كتير جدا متعلق بهذه المباراة، وأكيد متعلق بالقادم إن شاء الله في مشوار النادي الأهلي في رحلته للحفاظ على لقب الدوري. هنشوف مع حضراتكم جزء من كلمة بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة قال إيه، ونرجع نكمل كلام. Technically, last press conference after the game of the Wadi Degla, you talk about you have a weakness in the problem in the side of Mohamed Hani. At this game, you cover this and you solve the problem and see Mohamed Hani is one of the men of the match and one of the best players in the team. How did you make up the arrangement to solve this problem? And even Akram Tawfiq, you didn't give him the chance. So give you keep Mohamed Hani, you give him the chance, and today he was one of the best players on the pitch. Salam alaikum. Yeah, look, what's important in football is to find solutions. Football will always, any match will always give you question mark on your team. You can ask all these big coaches, Pep Guardiola and whatever. There's always a question mark on your team. كل فرق المدربين كبار زي جوارديولا كل المدربين تسألهم دايما تلاقي في الماتشات كل ماتش فيه علامة استفهام أو حاجة معينة بالنسبة لهم. What's important is what he just said that now Hani played better tonight. المهم إن زي حضرتك اتفضلت وقلت إن هو هاني النهاردة لعب أفضل الماتش اللي فات هيعرف يعالج المشكلة. And that's what we want. وده اللي إحنا محتاجينه. There's a lot of positives tonight. إحنا عايزين مفيش حاجات في حاجات إيجابية كتير النهاردة. Positives. We scored 4 goals. سجلنا 4 أهداف. The challenge we have of scoring 2-0 and then we have stress. We scored the third and the fourth. كان دايما عندنا ضغط بنسجل 2-0 ويجي فيه أو حاجة مضغوطين سجلنا الثالث والرابع وأمننا المباراة. We managed to give other players a chance to play because of overload. وقدرنا طبعا عندنا زحمة فقدرنا لعيبة ثانية لما كان كسبان أهداف كبيرة نزلت لعيبة ما كانتش بتلعب خلال زمان مشاركة. But it was not even one of our best games. لكن برضه مش من افضل ماتشاتنا. We might have scored 4 goals. لو سجلنا 4 اهداف برغم ان سجلنا 4 اهداف. Ask me, am I happy with the performance? No. تسالني انا سعيد برغم الاربع اهداف على الاداء؟ لا انا مش سعيد عن الاداء. But I'm happy with the results. لكن انا سعيد بالنتيجه. And what matters most now? والاهم دلوقتي is the results. هو النتيجه في المرحله دي اهم حاجه هي النتيجه. Yes, but we didn't play well. لكن ما لعبناش كويس قوي زي ما قلت. We missed a lot of chances. اهدرنا فرص كتيره. But you have to focus on the positives. بس لازم نركز على الايجابيات. اوكي حدثنا يا سيره ثاني حدثنا ثانك يو اتفضل يا حسين محمد حسين بيت محمد حسين تيك ذا بينالتي شوت ذا بينالتي از اكسبشن تو بي ا سكور اور از ا نورمال ويل بي ويل علي علي ديسايدد تو جيف هيم ذا بول هو علي معلول فوت هو اللي بيشوط نمره واحد يعني قرر ان يديه وهو يلعب انت شايف يلعب الشريف از بين سكورينج جولز وشي بيسجل اهداف سام تايمز ذا كوتش يو دونت جيت انفولفد ايفري وير ففي حاجات المدرب ما بيتدخلش فيها بيسيب اللعيبه تقرر ده ما بين اللعيبه مالناش دعوه لاست تايم علي جيف ذا بينالتي تو بدر كان مره ده علي ده ضربه جزاء لبدر اند بدر سكور وبدر سجل منها سو اتس بيتر تو هاف ذا بلايرز هو جيف another one a penalty than for them to fight for the penalty who scores the penalty. افضل ما تلاقي لعيبه تحب تدي زميلها يلعب ضربه جزاء احسن ما يتخانقوا بينهم بعضهم مين اللي يلعب مين اللي ينفذ ضربه الجزاء. Again that's a positive. فده برضه دي حاجه ايجابيه ثانيه برضه غير الحاجات اللي احنا قلناها. كالعاده موسيماني لما بيكون في مؤتمر صحفي هو دائما ما يتحدث عن اي شيء سلبي حصل او بيتحدث او بيحب يركز على اي لاعب عنده تالق يعني دائما بيبقى زي ما احنا عارفين في ظهر اللعيبه دائما بيحب ان هو يدافع عنهم كمان حتى لو في اي هجوم اي كلام بيتوجه ليهم فدي حاجات بتميز المدير الفني المحترم عندنا حقيقي ويمكن كمان انا تابعت امبارح بعض يعني الاستوديوهات التحليليه كريم وقريت شويه حاجات كده بنتكلم ان حاجه عجبتني جدا كان حد بيتحدث يعني محلل بيتكلم ان يا جماعه احنا عايزين دايما نكون في ظهر اللعيبه بتوعنا ممكن يكون لاعب مثلا بيلعب مباراه مش جيده ويكرر هذا الاداء في مباراه بعدها ولكن هذا اللاعب ممكن يكون ليه رصيد كبير قوي مع الاهلي وممكن بعد كده لو احنا ما ضغطناش عليه يبقى ليه رصيد جميل قوي وكبير قوي كمان بعد كده ففكره الضغط
على لاعب سواء بالمباراه احنا هنمشي ده شيء مش صح ابدا، وبالتحديدا او تحديدا في الفتره اللي احنا فيها. يعني انت بتتكلم دلوقتي وهو ده كان رايه الشخصي بس هو عجبني، بس بقول لك انا مش عايز اشوف كره دلوقتي حلوه على قد ما عايز اكسب، انا عايز اكسب. الوضع بيختلف، الحسابات دلوقتي بتختلف، انا قدامي 6 مباريات مهمين، انا عايز اخش. يعني ما تكلمنيش في احنا ليه بندافع مش بنهاجم، ما تكلمنيش انا الكوره باصيتها ازاي ولا اللعيبه عندي عملوا ايه، كلمني في السكور، انا عايز اكسب. فمعرفش التحليل ده عجبني، ولكن الشق الاولاني هو اللي كان فعلا انا بتفق معاه فيه جدا، ان انا مش مفروض اضغط على اللعيبه بتوعي. في لاعب احنا بشر، وفي ناس بتكون مجهده، وفي ناس بتبقى خارجه من الاصابات، ما انت عندك اصابات دلوقتي تاني، فربنا يوفقهم، ولكن احنا لازم نكون برضو في ظهرهم. يعني هو دي نقطه اساسيه اعتقد. هو ما بيضغطش، لكن الناس بقى على وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي بتضغط. وبعدين المشكله كمان ان هوندس ايه، الامر لا يخلو من الانتقاد. انت بتشجعي فريق بتحبيه وحاسه بالانتماء تجاهه، وبطبيعه الحال نفسك ان هو يفوز في كل المباريات اللي بيدخل فيها ايا كانت ايه البطوله اللي بيشارك فيها، بس طريقه الانتقاد فاهمه ازاي؟ في انتقاد اللي هو بناء، اللي هو ما تقدريش، ما غلطتيش في حد، ما جرحتيش في حد، ما قللتيش من مجهود حد. في ناس بقى طريقتها في الانتقاد تكرهك في الحاجه نفسها، يعني يقول لك مثلا ده فلان ده راجل كفتاجي، ده ما ينفعش يبقى مع الاهلي، ده ما فيش حاجه اسمها كفتاجي كده. ده ممكن ده عمر كامل الراجل الكفتاجي ده فناه في انه بيتدرب وانه وليه ايادي بيضاء سابقه وليه اسهامات حلوه كتير. ليه نزير العداد بالتعبير اللي نزير العداد ده تعبير بلدي دارج كده، انت مش غريبه، تعبير شعبي عشان يعني يوصل لك فكره ايه، ان انت خلاص تلغي كل اللي فات. أيوة. انت فاهمه ازاي؟ انا اتفق معاك. يمكن على ارض الواقع شفنا ده بيحصل كان مع حسين الشحات، ولكن حسين الشحات دلوقتي كلمني عن حسين الشحات بالامس، وكلمني عن حسين الشحات في الثمان مباريات كمان لو هنحسبها اللي فاتت. يمكن الضغط دلوقتي بيروح شويه لمحمد هاني، بس لا تعالى بقى لمحمد هاني واختياره من البدايه لا يعني بص في كلام كتير جدا هنتكلم فيه بس في الفقره الاخيره. خلينا نروح فاصل سريع، ولا انت تحب نقعد شويه؟ انا بقول ما احنا قاعدين مع بعضينا الكلام بيحلو. فاصل سريع ونرجع. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وهنروح دلوقتي معاكم ونتابع سوا اخر اخبار النادي الاهلي وكل فرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح النصر والسعادة عليكم يا كريم ويا نهواند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقول لكم كل أخبار النادي الأهلي، فرقه الرياضية وكمان أنشطة اللجان. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيكون عنده راحة سلبية على أن يستأنف تدريباته غدا استعدادا للمواجهة القادمة اللي هتكون أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في تمام 9 مساء. يعني خليني أقول لكم إنه مسألة الفوز في المباريات دلوقتي اصبحت حياه او موت عند لاعبين النادي الاهلي، طبعا للحصول على الدوري، وان شاء الله الدوري هذا الموسم ايضا هيكون في بيته هنا في الجزيره. كمان خلوني اطمن كل مشاهدين قناه النادي الاهلي انه دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم طمنا انه حاله اللاعب بدر بنون في تحسن مستمر. النهارده اللاعب هيعمل مسحه للاطمئنان على حالته، وبعدها يتم تحديد موقف اللاعب من المشاركات الجماعيه. يعني طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، وان شاء الله يرجع يشارك مع الفريق بصوره طبيعيه. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا دلوقتي نروح للالعاب الاخرى ونبدا بكره اليد. رجال كره اليد بيستعدوا جيدا جدا، يعني عندهم نهائي السوبر الافريقي امام الزمالك هيكون يوم 17 اغسطس هنا في مصر. كمان خليني اقول لكم ان المباراه كانت الاول هتقام في المغرب يوم 22، لكن تم نقلها هنا في مصر طبعا لان طرفي المباراه من مصر زي ما قلت نادي الزمالك. بنتمنى طبعا لفريقنا كل التوفيق. كمان خلوني اقول لكم انه رجال كره اليد بعدها مباشره هيكون عندهم بطوله كاس الكؤوس في المغرب، وهتبدا يوم 24/8. زي ما قلت لكم الفريق بيستعد بشكل جيد جدا، يعني خاض مباراتين وديتين. المباراه الاولى كانت يوم الاربعاء امام الطيران، قدر رجال كره اليد يحسموها لصالحهم بنتيجه 40/25، والمباراه الثانيه كانت امام هليوبوليس يوم الخميس اللي فات، وبرده قدر رجال كره اليد يحسموها لصالحهم بنتيجه 44
2026. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب في تمام الرابعه العصر، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. كمان سيدات كره اليد النهارده بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تمرين الساعه 6 هنا في الصاله. وخلوني كمان افكر جميع مشاهدينا ان بدايه منافسات سيدات كره اليد هتكون يوم 27/9 طبعا في الموسم الجديد. واستكمالا الحديث عن تدريبات الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، فريق تنس الطاوله النهارده هيواصل تدريباته، هيكون عنده تدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه هتكون الساعه 11 الظهر، وبعد كده هيكون في فتره مسائيه الساعه 7. وكمان الحقيقه تنس الطاوله بيستعد جيدا، يعني خلاص عنده بطوله في خلال ايام قليله، وهي بطوله الانديه العربيه، هيغادروا للاردن يوم 16/8. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. المواجهات هتكون من يوم 17/8 حتى يوم 23، وان شاء الله يعودوا من الاردن مبسوطين ومحققين اعلى الارقام زي ما عودونا دايما. كمان سيدات كره السله النهارده هيكون عندهم راحه من التدريبات، يعني زي ما احنا عارفين طبعا ان هم استأنفوا تدريباتهم يوم الخميس الماضي استعدادا للموسم الجديد. النهارده هيكون في راحه من التدريبات، يعني طبعا بيبداوا يعودوا للتدريبات مره اخرى تدريجيا لاعاده لياقتهم البدنيه والفنيه استعدادا بقى للموسم الجديد، واللي هيبدا يوم 17/10 في بطوله الدوري المرتبط. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. خلوني كمان انقل لكم اخبار انشطه اللجان. حابه افكر جميع مشاهدينا اعضاء النادي الاهلي ان صالون الثقافي لشهر اغسطس هيكون هذا الاسبوع بالتحديد يوم 4/11/8 هيكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره في صاله في قاعه عفوا فكري اباضه. صالون هيناقش كتاب ربع جرام للكاتب عصام يوسف، وهيدير الندوه الكاتب الكبير فتحي محمود. يعني طبعا الصالون الثقافي بتنظمه اللجنه الثقافيه بالنادي تحت اشراف اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه، وده الحقيقه بيثبت الحقيقه دور النادي الاهلي المجتمعي مش بس الرياضي. يعني دي ابرز اخبار الفرق الرياضيه وكمان أنشطة اللجان. كمان يا كريم الهواند خلوني قبل ما اختم كلامي يعني اقول لكم الاجواء داخل النادي. الاعضاء بداوا بالفعل التواجد في النادي، درجه الحراره دلوقتي 34، وفي سيوله مروريه جيده للطرق المؤديه للنادي الاهلي. يعني دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي النهارده. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم مراسله قناه النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم سمعتوا كده الاول خبر يعني عرفناه من هنا ان النهارده خلاص يعني تقريبا الساعه 1 ظهرا هيكون حفل ختام وتوديع هذه النسخه من الدوره الاولمبيه طوكيو 2020. والمهم ان العرب والافراح بقى بتاعه العرب والمصريين، بنتكلم على 6 برونز عفوا ميداليات، فدي كلها حاجات اكيد يعني محتاجين ان احنا نعيش عليها بقى فتره طويله ونحللها. وزي ما احنا كنا بنتكلم مع باشمهندس شريف يا كريم، اللي جاي عايزين كمان افضل، وده اعتقد التطور او ده الطبيعي، لان فعلا زي ما هو تحدث ريو احنا حصلنا على 3، طوكيو بنتكلم في الضعف، فباذن الله كمان يبقى الاضعاف واضعاف في الاولمبياد اللي جايه، حاجه فعلا محترمه. وبعدين المشاركه في اي دوره الفرق. المشاركه في اي دوره اولمبيه كمان غير ان هي كمان فيها حافز، هي مبدئيا انت ايه جربتي فكره المنافسه العالميه اللي واصله للدرجه دي، وجربتي نفسك ولقيتي نفسك انتصرتي في مباراه واثنين حتى لو تعثرتي بعد كده. بس الكلام ده ايه عارفه بالتعبير البلدي دارك اللي هو اللعيب بيتودك يعني على فكره ان هو يشارك في محافل دوليه، واي عقبات بيتم بقى ازالتها، التجهيزات بتكون مفروض بشكل افضل، يعني ان هم يتهيئوا اصلا للبطوله. يعني كل ده او كل دي النقاط ربما تكون صغيره لكن متاثر بشكل كبير جدا. فان شاء الله النسخه بتاعه 2024 كمان مزيد ومزيد من التالق لابطالنا المصريين، ونرفع كده اسم مصر في الخارج. نروح بقى دلوقتي لمقر جريده اليوم السابع وزميلتنا العزيزه سالة حامد عشان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. واعتقد ما فيش صحيفه او موقع يعني ما تحدث او لا يتحدث عن يعني اولمبياد طوكيو. خلينا نعرف منها اهم هذه العناوين. يا سالة صباح الخير، ونصبح عليك انا وكريم، تفضلي. صباح الخير، طبعا برحب بك انا هواند، واكيد برحب بك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل هكون معاكم النهارده في جوله صحفيه جديده، ولكن من مقرنا من مقر جريده اليوم السابع. هاخدكم في جوله سريعه حول كل الاخبار طبعا والعناوين الرياضيه في الصحف اللي طبعا بتتكلم بشكل اكبر عن اولمبياد طوكيو 2020 وخلاص يعني انتهاء دوره الالعاب الاولمبيه النهارده ان شاء الله. ويمكن طبعا اول خبر معانا النهارده من جريده اليوم السابع
اليوم ختام دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. يعني خلاص النهاردة يعتبر آخر يوم بشكل رسمي ختام دورة الألعاب الأولمبية اللي طبعا مقامة زي ما كلنا شفنا في طوكيو، والنهارده ان شاء الله هتكون حفل الختام لدوره الالعاب وهتكون بدون جمهور زي ما حفل افتتاح اقام بدون جمهور. النهارده ان شاء الله هيكون ايضا بدون جمهور. يمكن خلاص يعني دوره الالعاب الاولمبيه المقامه في طوكيو بتنتهي بمشاركه طبعا البعثه المصريه واللي قدر من خلالها طبعا الفراعنه وكل اللعيبه اللي قدرت ان هي تمثل طبعا منتخب مصر، حصلوا على 6 ميداليات اولمبيه متنوعه، منهم 4 برونزيات و واحدة ذهبية وواحدة فضية. طبعا 4 البرونزيات اللي حصل عليهم هداية ملاك وسيف عيسى في لعبة التايكوندو، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وكيشو في طبعا منافسات المصارعة. كمان في الفضية أحمد الجندي لاعب منتخب خماسي الحديث، وفي الذهبية فريال أشرف طبعا في لعبة الكاراتيه زي ما كلنا شفنا امبارح. يمكن النهاردة إن شاء الله جيانا فاروق هي اللي هتحمل نهاوند علم مصر الأولمبي في حفل ختام أولمبياد طوكيو. طبعا يمكن شفنا في حفل افتتاح هداية ملاك هي اللي حملت العلم، ولكن النهاردة إن شاء الله جيانا فاروق هي اللي هتحمل علم مصر الأولمبي في حفل ختام لدورة الألعاب الأولمبية مقامة طبعا في طوكيو 2020. كمان الخبر الثاني معانا ايضا من جريده اليوم السابع، ابتسام زايد لم تستكمل المرحله الاخيره بالدراجات وتنهي مشاركات مصر. يمكن ايضا النهارده الساعه 4 الفجر الصبح النهارده ابتسام زايد لاعبه منتخب مصر طبعا في منافسات الدراجات ما قدرتش النهارده تستكمل منافسات الا دراجات داخل المضمار، طبعا ما قدرتش تستكمل المرحله الاخيره والمرحله الرابعه بسبب طبعا سقوطها، ويعني انها يعني اتصدمت في حادث امامها. ده طبعا بعد ما يعني المتسابقه الايطاليه سقطت من على الدراجه وتسببت في سقوط العديد من اللاعبات، وكان من ضمن اللاعبات دول يعني ابتسام زايد. قدرت يعني ابتسام ما قدرتش ابتسام زايد ان هي يعني تسيطر على الموقف تستكمل الا المسابقه، ولكن فقدت يعني توازنها وسقطت من على الدراجه ولم تستكمل سباق الدراجات. وكده يعني ابتسام زايد بتحتل المركز 18 بعد 4 جولات من السباق. كمان الخبر الثالث معانا النهارده من جريده البيان الاماراتي، افراح العرب تزين طوكيو 2020. يمكن بعد يعني طبعا طوكيو 2020 والعرب كله والعالم كله طبعا كان بيتفرج، يعني عاش الرياضيون العرب افضل يوم في طوكيو 2020 طبعا بعد ما احرزوا العديد من الميداليات. طبعا الميداليه الذهبيه للمصريه في ريال اشرف في طبعا منافسات لعبه الكاراتيه، وثلاث فضيات عن طريق السعودي طارق الحمادي في الكاراتيه، والبحرينيه كالكيدي في سباق 10,000 متر، وأحمد الجندي في الخماسي الحديث. كمان حقق الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان برونزية الكرة الطايرة الشاطئية، وبكده يكون يعني ارتفع طبعا رصيد العرب الى 18 ميداليه بالدوره الاولمبيه طبعا المقامه في طوكيو، بخمس ذهبيات وخمس فضيات وثمان برونزيات. يمكن دي طبعا يعني كانت اخبارنا النهارده يا نهاوند ويا كريم، ويمكن كل الاخبار زي ما شفنا متعلقه بدوره الالعاب الاولمبيه واللي مقامه في طوكيو، وطبعا انتهاء وحفل الختام النهارده ان شاء الله، واللي هيقام يعني في تمام الساعه 1 ظهرا بدون جمهور. يمكن دي طبعا كانت كل اخبارنا النهارده، بشكركم جدا، والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمه ليكي طبعا يا نهاوند. احنا كمان بنشكرك جدا جدا زميلتنا العزيزه سلا حامد وهنا قاسم ابو القاسم، يعني عندنا مراسلات شاطرين وحلوين زي الفل. احنا مش احنا بنختار صح برضه، ما شاء الله عليهم بجد، مراسليننا دايما متالقين واخبارهم كمان حلوه. وزي ما كانت سلا كده بتتكلم خلاص الختام وبس، ختام مشرف الحمد لله نقدر نقوله، كانت نسخه اعتقد ناجحه جدا رغم التخوفات اللي كانت في بدايه اصلا النسخه دي وفكره الكورونا وغيره. طبعا حصل اصابات وكنا بنتابع مع حضراتكم وقلنا يمكن الاخبار دي هنا، ولكن ده طبيعه الحال، يعني ما فيش يمكن محفل دولي لا او لم يخلو يعني من اي اصابه. على كل حال احنا هنروح فاصل ولا ايه؟ هنروح فاصل، وبمجرد العوده من الفاصل هنبتدي مع حضراتكم او ليكم في ذمتنا عدد 2 فقره حواريه. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن تقنيه الملاعب في مصر بالمقارنه
تقنيه الملاعب الانجليزيه، وهنفهم بالتفصيل ايه اصلا المقصود بجمله تقنيه الملاعب. ده هيكون من خلال وجود الاستاذ سيد فاروق المستشار التقني لانديه الدوري الانجليزي. في الفقره الثانيه والاخيره اكيد هنتكلم بقى وهنفصص مباراه الامس والقادم مع كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق. فاصل ثم عوده. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لاولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، ودي الفقره اللي هنتكلم فيها عن تقنيه وتكنولوجيا الملاعب في انجلترا والمقارنه بينها وبين تكنولوجيا الملاعب الموجوده في ملاعبنا المصريه. احنا واصلين لفين في التطورات العلميه المتعلقه بهذا الملف بالتحديد؟ للاجابه على كل هذه الاسئله منورنا الباشمهندس سيد فاروق، وهو نائب رئيس قسم التكنولوجيا السابق بنادي مانشستر يونايتد. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين والمشاهدين الكرام. نورنا في 10 الصبح في قناه الاهلي، واكيد جمهور الاهلي دلوقتي مهتم ان هو يعني يعرف اكتر عن فكره هنا تقنيه الملاعب والتكنولوجيا اللي دخلت، اللي اكيد بتؤثر بشكل كبير جدا على عديد من النقاط في هذه المنظومه اصلا. فخلينا نبدا مع حضرتك كده ونتكلم يعني ايه تقنيه وتكنولوجيا، وقبل ما نخش على الفرق لان الفروقات اكيد هتكون كتيره جدا. اتفضل. طيب التكنولوجيا موجوده في كل حاجه دلوقتي في حياتنا، تمام؟ موضوع الرقمنه بيمشي في كل حاجه. اللي حاصل ان الانديه في انجلترا او في اوروبا في العموم هي عباره عن بيزنس ورياضه. البيزنس بيحتاج تكنولوجي والرياضه بتحتاج تكنولوجي. فلو بصينا مثلا على نادي كره القدم مثلا في البريمير ليج، بيبقى مقسوم لاربعه بيلرز كده، كل بيلر بتبقى مخصوصه بحاجه معينه. البيلر الاولانيه او يعني السكشن الاولاني ده بيبقى للرياضه، في السكشن الثاني ده بيبقى للاستاد والتكنولوجي بتاعته، والسكشن الثالث ده بيبقى حاجه للريتيل والاي كوميرس وحاجات زي كده عشان تبيع الابارنس والكلام ده، والبيلر الرابع ده بيبقى للباك اوفيس اللي هو زي اي بيزنس عادي. فلو بصينا للنادي هتلاقي ان حته الرياضه ده بيبقى فيها حوالي 13 سيستم بيستخدمهم فرقه الكوره. ال 13 نظام دولت في منهم انظمه للناس النيوتريشن اللي هم متخصصي الاغذيه، المتخصصين النفسيين اللي هم احنا بنسميهم اللايف كوتش يعني. زائد بقى الحكايه بتاعت الاناليسيز والتاكتكس والكلام ده والفيديو اناليسيز، في حاجات ثانيه بتبقى مخصوصه للادوات، في حاجات تانية بتبقى مخصوصة لحجز الملاعب للتدريبات، لأن كل نادي هناك بيبقى عنده مثلا 13-14 ملعب بيتقسم على الأكاديمية والفريق الأول. والسكشنز اللي حضرتك بتتكلم عليهم، أنت بتتكلم على التكنولوجيا الخاصة بكل عنوان منهم على حدة. كل حاجة منهم ليها التكنولوجيا بتاعتها. بالظبط. أوكي. كويس. ففرقة الكورة نفسها بتستخدم تكنولوجيا كتير، يعني انت دلوقتي بتشوف اللعيبة بتلبس فيست كده وبيبقى فيه جهاز كده صغير. مظبوط. ده احنا بنعمل بيه التليمتري اللي هو احنا بنشوف نقيس بيه النبضات تقريبا وكده. وبنقيس بيه كمان الحركة بتاعة اللاعب. يعني لازم كل مباراة المعد البدني او الراجل المسؤول يعني عن البدنيات لازم يشوف كل لاعب جري كام سبرنت، كل سبرنت كان سرعته قد ايه، فضل في السرعه القصوى قد ايه، وبعد كده بدا يعمل سبرنت تاني امتى. كل ده بيتحسب من خلال الجهاز الصغير اللي بيكون متثبت في التيشيرت. بالظبط كده. تمام. كويس. ده غير ان في تقنيات تانية، يعني دلوقتي في تتبع من خلال البرودكاستنج، يعني بتحط كاميرا بس وبتشوف التتبع بتاع اللعيبه والكلام ده. الحاجات ديت بتفرق كتير قوي، يعني مثلا لو حد مثلا من الجهاز الفني بيبقى مخصوص للجزء ده فبيشوف الحاجات بتاعت التاكتكس، الفرقه كلها بتتحرك ازاي. يعني مثلا لما نشوف مثلا فرقه، يعني لو بتتفرج على ماتش في التلفزيون انت بتشوف الجزء اللي فيه اللعيبه بس، لكن الكاميرات ديت بتشوف الملعب كله، فانت لازم تبقى عارف التحركات كلها. التحركات دي يعني الفرقه، يعني دايما يقول لك ايه الفرقه لازم تبقى كومباكت. كومباكت ديت اللي هي الفرقه كلها ال 11 لعيبه دول اللي هم في 20 متر. كويس. فالتتبع بتاع الحاجات ديت برضه ليه تكنولوجيا. يعني ده بيساعد جدا في عمليه التحليل، تحليل الاداء كمان. بالظبط. وهو عمليه التحليل دي برضه هنجي لها كده كمان شويه. هحكي لحضرتك المثلث بتاع التحليل. فدي برضه ده جزء تاني في استخدام التكنولوجيا. اما بالنسبه للاستادات بيبقى في انظمه بتاعه التذاكر، انظمه السي ار ام،
اللي هي الكاستمر مانجمنت سيستمز، اللي بتشوفي الداتا بتاعه الناس اللي اشتروا التذاكر بتاعتك، فتقدري ازاي تسوقي لهم بعدين ان انت مثلا تعالى اشتري التيشيرت بتاعي. لو انت عارف مثلا عيد ميلاد ابنه او بنته، فتعالى احنا هنعمل لك اوفر، خد تعالى اشتري التيشيرت لابنك او بنتك. ده زي الجواهرجيه لما بيعملوا يعني هم بيعملوا كده بالظبط. بس ده مش عندنا لحد دلوقتي. خلينا بس يعني بتتكلم ان جنرال، هو ده هي دي التقنيه الحديثه ولكن لا تطبق بشكل كامل عندنا، عشان بس نبقى عارفين. هو عندنا طبعا في فجوه شويه، لكن احنا بدانا فعلا ان احنا نعمل حاجات كويسه جدا. يعني انا شايف حتى في مصر هنا في شركات بدات ان هي تبقى بتنتج الديتا بتاعه الكور. يعني عندنا شركه هنا في مصر بتغطي 70 دوري، وبتبيع الداتا ديت للانديه بره. هي جزء من شركه بره. كويس. لا بس غريب ان مش كل يعني مثلا تفصيله زي الجهاز اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، خساره لو كان لسه مش موجود عندنا، لان دي هتفرق كتير جدا، وخصوصا كمان ان احنا مؤخرا بقينا نشوف اهتمامات الانديه الكبرى واتحاد الكوره يعني باي مستجدات تفيد. يعني بقى في مؤخرا حتى اهتمام مثلا بوجود اخصائي نفسي للاعبين، يمكن الموضوع ده ما كانش حاصل قبل كده. فاحنا ماشيين في سكه ان اللي ناقص بنكمله، فغريب ان دي لسه ما وصلتناش. لا هو في حاجات كتير بدات انها تشتغل. يعني احنا عندنا هنا الشباب ما شاء الله اللي طالع الجديد كمان خريج هندسه، مهتمين جدا بحته التحليل والداتا اناليسيز والذكاء الصناعي في الكوره والكلام دوت. فانا يعني انا شخصيا قابلت منهم ناس احسن من الناس اللي بره. فعندنا شباب زي الفل وعندهم كفاءه ويقدروا ان هم يسدوا كويس في الحته دي. هو الموضوع كله بس ان احنا ايه، عندنا برضو طبقه من المدربين محتاجين ان هم يطلعوا او يجددوا الاطلاع بتاعهم، بحيث ان هو الارقام والتحليلات والكلام ده هي مش حاجه دخيله على الكوره، هو جاي يكمل لك بعد مختلف خالص انت ما كنتش بتشوفه قبل كده. فبدل ما عندك بعدين بس، العين المجرده والفيديو، لا بقى دلوقتي بقى عندك العين المجرده والفيديو والارقام. فده يبقى شيء برضه ممتاز. هو المدرب لازم يبص لها على، او المدير الفني لازم يبص للحاجات ديت على اساس ان هي جايه تكمل المنظومه بتاعته. وبالعكس هو هيستفاد. يعني في ناس هنا في مصر ممكن يقعد يحكي لك ماتش الكوره دوت كانه بيقول شعر. دي حقيقة. طيب باشمهندس سيد، لو هروح مع حضرتك، يعني حضرتك زرت ملاعب مصر يعني المختلفة، وأكيد ليك وجهة نظر فين أو وير وي ستاند من ناحية التكنولوجي. يعني دي نقطة. النقطة الثانية، في تنظيم مصر 2019 لأمم أفريقيا، برضو حضرتك كنت حابب إن أنت تساهم وتواصلت مع البعض، يعني خلينا نعرف ده انتهى بإيه. طبعا هبدأ بالنقطة الثانية. اتفضل. أنا كان جالي تليفون من دكتور أشرف صبحي، ونزلت هنا مصر وقعدت مع اللواء علي درويش، عملنا ميتنج حوالي 5 ساعات، حطيت فيه كل التصور بتاع حضرتك، التصورات كلها اللي هو ازاي نقدر ان احنا نستفاد من استاد القاهره سواء في ماتشات او ما فيش ماتشات. نتاج ذلك يعني بعد كده بدانا نشوف الحجرات بتاعه الهوسبيتاليتي، ان انت مثلا ممكن تخش تقعد في الغرفه بتاعتك تاكل وتشرب كانك قاعد في فندق عادي خالص، حجره اجتماعات، تطلع في البلكونه تقعد تتفرج على الماتش. فالحاجات ديت مبدئيا بتعمل انكريس للريفينيو بتاع الاستاد او المباراه. لو النادي الاهلي مثلا بيعمل عنده مباراه في الاستاد، فاكيد التذاكر ديت مش زي التذاكر المقصوره. طبعا يعني مثلا تذكره المقصوره النهارده ممكن تلاقيها مثلا ب 1000 جنيه مثلا، التذكره ديت هتلاقيها ب 5 أو 6 أو 10، وحسب عدد الغرف ديت انت ممكن تعمل ريفينيو تاني خالص. يعني تعمل انكريس. الناس اللي بيقعدوا في الغرف ديت بيدفعوا حوالي تقريبا يعني من 30 لحوالي 35% من كميه الاموال اللي داخله في يوم المباراه. احنا مثلا لو بنتكلم على اولد ترافورد، احنا عندنا 309 غرفه زي كده حوالين الاستاد كله. ف 309 دولت بيبقى موجود فيها حوالي 5000 بني ادم. كل غرفه بتاخد 10 12 15 حسب حجم الغرفه نفسها. في بعد ورا تحت المدرجات بيبقى في كلابس. الكلابس ديت بيبقى ليها ممبرشيب، يعني تيجي قبل المباراه بيتفتح لك الاستاد، مسموح لك ان انت تدخل الاستاد بالثلاث ساعات قبل المباراه
غير لما تكون مشجع عادي بيبقى مسموح لك بس ان انت تدخل قبلها بساعتين بس. كويس. الساعة اللي قبليها ديت ممكن تدخل تعمل التور بتاع الاستاد، تنزل غرف الملابس وتمشي في على أرضية الملعب وتتصور وكلام ده. ميزة إضافية يعني. فهو هو الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي برا، ان الناس اللي برا بيبصوا للمباراة او يوم المباراة على اساس ان هو يوم ترفيهي للأسرة كمان. واستثماري من الناحية التانية ليهم يعني. طبعا. أكيد. فهو بيبقى هو لا هو بيبص يعني المقدم الخدمة هنا بيبص على الخدمة دي على أساس إن هي خدمة ترفيهية. لعيبة الكرة اللي نازلة تلعب ديت عبارة عن نجوم المسرح بتاعها. كويس. فهو بيبيع المنتج ده وبيبيع الإكستراس اللي حواليه. يعني شو كامل. مش مجرد ماتش بيتم نقله على الهواء. بالظبط. شو كامل. طب عشان برضو إحنا للأسف الوقت جري جدا مع حضرتك، بس عايزين يعني في عجالة كده نعرف منك بحكم تخصصك وبحكم خبراتك السابقة وبحكم حتى تواجدك في مصر الفترة دي، أنت شايف إن إحنا مبدئيا ماشيين على الطريق الصح اللي وصلنا في نهاية المطاف إن ملاعبنا ما تقلش عن ملاعب إنجلترا مثلا؟ هو إحنا متأخرين شوية في فجوة، لكن في خطوات، بس خطوات بطيئة يعني، خطوات إحنا محتاجين إن إحنا نمشي أسرع من كده شوية، لأن أنت كل ما تتقدم ببطء كل ما الفجوة بتزيد. أكيد. فده يعني ده رأيي الشخصي يعني. احنا نتمنى ميبقاش في فجوات اصلا ويبقى ملاعبنا ما تقلش عن ملاعب اوروبا والعالم كله في جودتها. يعني شاكرين لحضرتك وجودك معانا النهارده، نورت الدنيا. بس قبل ما نختم انا هروح من لنقطه كريم دي، لان فعلا نقطه مهمه فكره الملاعب، لان للاسف ممكن الملاعب لو هي حالتها وحشه تؤثر على يعني اصابات وتؤدي قد تنهي حياه لاعب يعني. وللاسف احنا ممكن يكون الملاعب عندنا يعني ممكن تكون مش جيده الى حد ما في بعض الاحيان، لدرجه ان هي ممكن تودي كوره في حته ثانيه يعني. لان في مشاكل لو في حضرتك هنتكلم. لا في مشاكل لا كارديات يعني. كارديات لا احنا عندنا مشاكل، لكن هو في ملعب واحد بس اللي موجود في مصر القاهره اللي معمول بنفس التكنولوجي اللي هي الجراس ماستر. كويس. ده بيبقى زي هجين. ومعظم انديه البريمير ليج كده على فكره، وفي انديه بتزود البلاستيك في الارضيه علشان طريقه لعبها، زي نادي بيرنلي مثلا عنده 30% في الارضيه بتاعته بلاستيك، لان هو طريقه لعبهم ان هم بيلعبوا كور طويله. لكن مانشستر يونايتد عنده 2% بس، لان هو طريقه لعبهم على الارض يعني. نقدر نفهم باشمهندس سيد برضو، علشان قبل ما نختم الصوره تبقى اوصل للناس، احنا كده بنتكلم ان حركتنا بطيئه في فكره التطوير، ولكن احنا هل ماشيين على الطريق السليم؟ يعني حتى تواصلت مع مثلا مسؤولين والمسؤولين بيتكلموا ان احنا عايزين نستعين بالخبرات المصريه مثلا في الخارج اللي منهم حضرتك، برضو عشان الصوره تبقى واضحه. انا تواصلت في 2019، لكن بعد كده ما كانش فيه تواصل يعني. بعد الميتنج الكبير دوت انا كده اديت اللي عليا، لكن للاسف ما فيش تواصل تاني. وانا يعني انا في خدمه البلد. بما انك هنا وحضرتك عايش في انجلترا اصلا. انا عايش في لندن. طب بما ان حضرتك هنا تبقى فرصه برضو جيده جدا يعني. انا اتمنى وانا تحت امر البلد يعني. نورت البلد ونورت البرنامج. سعداء بوجود حضرتك معانا وموفق ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. كل التوفيق يا باشمهندس السيد، وان شاء الله فعلا النظره او الرؤيه اللي حضرتك بتتكلم فيها تكون عندنا في اقرب وقت، لان هي الفكره كلها يعني كل الجوانب هيستفيدوا، مش بس جانب واحد، مش الجمهور فقط، لا حتى الاستثمار والناحيه التجاريه اعتقد هيبقى ليها عائد كبير جدا على الانديه المختلفه يعني. ان شاء الله. نورتنا يا فندم. خلينا نروح فاصل ونرجع، هيكون معانا كابتن همام ومعانا كلام كتير جدا حول المباراه اللي كانت بالامس وكمان الست مباريات القادمه وفكره الحفاظ على اللقب. فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم. الفقرة الأخيرة، وزي ما احنا عارفين الأهلي بيعتلي صدارة الدوري بعد مباراة ولا أروع، مباراة ولا أجمل خلينا نقول، أمام سيراميكا كليوباترا 4 أهداف غير اللي متحسبش يعني دون رد. مواجهات الدوري خلينا نقول القادمة مهمة جدا للاحتفاظ باللقب المحلي للموسم السادس على التوالي، والبعض بيرى ان الدوري دلوقتي يمكن هو بدأ يعني، نسخة الدوري الحالية بدأت امبارح بالمباراتين خلينا نقول بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك اللي احنا شفناهم، وما تبقى من 6 مباريات كمان للأهلي. خلينا نرحب بكابتن ماهر همام ونعرف منه تفاصيل كتيرة جدا عن مباراة أمس وفيما كمان هو قادم. صباح الفل. صباح النص. صباح الجمال. أظن حضرتك امبارح نايم رايق ومبسوط بعد مباراة قوية وحلوة يعني. عايزين نسألك كيف رأيت مباراة الأمس
وبرضه يا ريت حضرتك برضه تعمل لنا ستريس كده على التفصيل اللي كنا اظن اتكلمنا فيها مع حضرتك قبل كده كمان فكره التهديف المبكر يعني زي ما حصل امبارح في الدقيقه الرابعه لما يكون عندك لعيب يعني يعرف يستغل الدربكه الدفاعيه اللي حصلت وتسجل هدف مبكر الى اي درجه الكلام ده بيبقى له انعكاسات حلوه على لعبتنا وسيئه بطبيعه الحال على المنافس. بص يا كريم احنا يمكن اتكلمنا في فقرات قبل كده وقلنا الدكه هتبقى يعني هي العنصر ان شاء الله اللي هيفرق معانا في الفتره اللي جايه. ومستر بوسوماني واضح قوي ان هو عنده برضك يعني رؤيه مستقبليه عارف ان عنده النجوم معظمهم مجهدين انت خارج من بطوله افريقيه وبعدين منتخبات وبعدين دوري وكاس فدي ميزه النادي الاهلي، النادي الاهلي تملي بيبقى باصص لقدام شويه يعني عنده رؤيه مستقبليه بيبقى هو حاطط عينه عارف ان هو راجع من بطوله افريقيه هيبقى فيه اجهاد من بطوله لبطوله طبعا. فلازم يحضر الدكه او يحضر اللعيبه البدلاء اللي هم هيخشوا يكملوا المشوار ويريح اللعيبه الاساسيه اللي هي مجهده يعني بعض العناصر احنا شفنا الاساسيين مجهدين قوي فمستر موسيماني بحضر البديل بشكل كبير جدا من الناحيه النفسيه من الناحيه البدنيه من الناحيه التكتيكيه الخططيه وتملي تلاحظ كريم ان هو بعد كل هجمه مثلا ضايعه او هجمه فيها مشكله دفاعيه يروح راجع للدكه ومكلم الناس في لغه حوار جميله بين الجهاز الفني مستر موسيماني واللاعبين وتملي بيكلمهم عشان يحفزهم ويخليهم يركزوا عشان لما يطلب منهم بديل يخش عايز مثلا ازود النتيجه بحط مهاجم عايز احافظ على النتيجه بحط لعيب نص ملعب او لعيب مدافع ففي يعني شغل جميل جدا بين الجهاز الفني واللاعبين لو تفتكر احنا قلنا ان المباراه القادمه للنادي الاهلي اول ما هيرجع من البطوله الافريقيه التسع مباريات هيبقوا مباراه كؤوس ما ينفعش بقى فيها تعويض مباراه الكؤوس بتبقى مباراه بتكسبها عشان تتنقل للمرحله اللي بعد كده فعلا مستر موسيماني عمل كده في الاربع مباريات اللي فاتوا يعني كل المباريات اللي فاتت كانت مباريات قويه للنادي الاهلي ومباريات بثلاث نقاط ومباراه كؤوس ودي يعني سمه البطل ان هو البطل عارف طريقه فين البطوله المحليه بطوله الدوري العام دي البطوله المحببه للنادي الاهلي وجمهوره فالنهارده احنا مركزين بشكل كبير جدا زي ما حضراتكم قلتوا فعلا في سعاده وفي انتصار وفي نشوه واللعيبه كلها عندها تحدي اللعيبه ومجلس الاداره والجهاز الفني والجمهور بقى العظيم اللي بيتفرج علينا جمهور النادي الاهلي اللي بيتابعنا في كل مكان اللي هو السند بعد ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء اللاعبين. كلام محترم ويمكن في بعض النقاط امبارح برضو عايزين ناخد راي حضرتك فيها يعني امبارح احنا شفنا في طرد حصل مبكر جدا يمكن في الدقيقه 20 تحديدا لعامر حارس المرمى ويمكن الجول برضو اللي في الدقيقه الرابعه ده كله اثر بشكل سلبي ده غير ان كابتن هيثم شعبان كان ليه تصريح يعني بعد المباراه وقال انا اصلا داخل المباراه يعني عندي اصابات وغيره وفي كواليس كانت قبل المباراه ده غير اللي حصل داخل المباراه فدي الاحداث اللي حصلت ولكن انا على الصعيد الثاني برضو لما اجي كده اقيم او اشوف برضو انا عندي كان ممكن افوز باهداف اكتر من كده وعندي حاجات اتلغت يعني عندي يعني جول او لمسه قفشه اللي هي اتقال ان هي يعني في اليد اللي هو جول محمد شريف اللي اتلغى بتهيألي كانت غريبه جدا لان كمان كان في نقص في الكاميرا كان في زاويه كانت لو جت تالي من الخلف كان ممكن ان هي تبين اكتر من كده فراي حضرتك تحديدا في الكوره دي ايه؟ انا عايز اقول لك ان يعني الفرقه اللي بتقابل النادي الاهلي مش محظوظه يعني انت توقف وبعدين رجوع سيراميكا هيثم اكيد قلقان يعني ارجع على النادي الاهلي ولا ارجع على اي فرقه تاني بصراحه اول مره يمكن دي المباراه الأسوأ لسيراميكا بصراحه من بدايه الدوري يعني يعني لا الظروف كانت صعبه وجول وجوال كتير يعني زي ما بيتقال هافي يعني تفضلت وعايزين برضه يحافظوا على ترتيبهم في الدوري طرد حارس المرمى أثر بشكل كبير جدا وقبله طبعا الهدف الجميل لياسر ابراهيم المتابعه يعني مدافع وبيتابع زي الفيرود كده فدي حاجه كويسه بتحسب لياسر بصراحه وجول في اربع دقائق يعني ما حصلش في الاربع مباريات اللي قبل كده واحنا تملي كنا نقول عايزين جول دي عودة الاهلي الروح الاهلي ابتدت احنا بنشوف دلوقتي لعب تاني عشان كده انا متفقه مع الناس اللي بتقول الدوري دلوقتي ابتدى يمكن بالظبط واحنا كنا يمكن عتاب يعني
عشم في اولادنا ان احنا عايزين نجيب جول في الاول عشان نفتح الجيم. طبعا يعني احنا في الاربع مباريات اللي فاتت عندنا شوط متوسط تملي بيبقى الشوط الاولاني صحيح. وبعدين بيبقى نار يعني نار حمراء موجوده. بس الحاجه الاكيده ان التسجيل المبكر بيفرق كتير. طبعا طبعا بيدي ثقه كريم بشكل كبير جدا وبعدين بيفتح لك الجيم صحيح. بيضطر الفرقه اللي قدامك عايزه تعوض فبتبدا تفتح خطوطها وده اللي يهمنا. اول ما بتفتح الخطوط بيبقى صعب ده على الفرقه لان لعيبه النادي الاهلي بتحب المساحات بتحب الاختراقات بتحب الجمل التكتيكيه. طول ما انت بقفل عليهم في 30 يارده بيبقى الاختراقات صعبه والجمل بالظبط لان 30 يارده فيها اكتر مثلا من هم 11 لعيب واحنا كمان 10 فبيبقى او 9 فبيبقى عدد كتير قوي في ال 30 يارده اللي بيهاجم فيهم النادي الاهلي. وهنا بقى الجول مبكر اهميه المهارات الفرديه طبعا اللي بيعرف يخلص طبعا. واحنا شفنا طبعا اربع اهداف لما نيجي كده نحللهم هنلاقي من اجمل الاهداف يمكن كمان هدف أفشل اللي بيعتبر من اجمل الاهداف الموجوده في الدوري تسديده يعني فيها اتقان وتصويبه ورؤيه وشايف وهو طول عمره كده أفشل يعني الكره الثانيه تملي بيستناها وهو بقى مشهور بيها. فالكره الثانيه هو بيختار المكان المناسب وبيتوقع ان الكره ممكن تنزل هنا فطب انا هعمل ايه؟ يبقى لازم بسندها كويس قوي وبعدين ابدا اصوب. فالنادي الاهلي بدا يغير من استراتيجيته بصراحه. مستر موسيماني قعدنا نقول محتاجين جول في الاول جول في الاول فاكيد مستر موسيماني في تحضيره للمباراه طلب من اللعيبه ان هي لازم نجيب جول في الاول عشان نقدر نفتح الجيم. فانا شايف ان مباراه امبارح كانت من ضمن الهدف قدامنا هدف يعني مميز وفي اتقان ورؤيه فنيه من لاعب مميز يعني قفشه بصراحه من اللعيبه طورت نفسها بشكل كبير. قفشه وحسين الشحات بصراحه انا بقى هروح للاتجاه ده لان حسين الشحات امبارح كان اكثر من رائع. وزي ما قلنا انا وكريم في الانترو برده في المباريات اللي فاتت السبعه او الثمانيه اللي فاتوا كمان هو تالق جدا رغم الضغوطات اللي اتعرض ليها من بعض جماهير النادي الاهلي للاسف. لكن ده مش بيبقى جاي من فكره ان انا عايز انقد واهدم، انا عايز الافضل دايما من لاعبتي وده مفهوم يعني. ولكن برضو احنا عايزين دعم، احنا عايزين ثقه للعيب عشان ما يتكررش اي حاجه او سيناريو سيء مع اي لاعب للاسف. فكره هدم الروح المعنويه، تتفق حضرتك او تختلف مع هذا الكلام؟ لا اتفق معاك، الكلام مظبوط. جمهور النادي الاهلي جمهور مثقف وواعي وعنده دعم كبير جدا للعيبه لان اللعيبه دي بتفرحوا كتير. يعني البطولات اللي النادي الاهلي بيحققها بتفرح الملايين الاهلاويه. الباك الاهلي هو مصدر البهجه عند ناس كتير، هو ولاعيبه مصر في طوكيو يعني اولمبياد بصراحه يعني كمان عايزين نحييهم من خلال جدا رغم الانتقادات برضو اللي اخذوها في البدايه من بعض النهارده ست ميداليات ما اتحققتش في تاريخ وذهبيه ومن 2004 يعني فيعني بنحييهم طبعا من خلال برنامجكم والمسانده طبعا اللي موجوده من ناحيه الشباب والرياضه طبعا رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي مسانده الرياضه المصريه بشكل كبير. ده هيخلينا ان شاء الله باذن الله في باريس الدوره اللي جايه ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه احسن من كده من اللي احنا عملناها. يعني ليه بقى بعد كل هدف يحرزه النادي الاهلي اوتوماتيك المباراه تقف عشان نشوف الفار هيقول ايه؟ انا ما اعرفش والله يا كريم بصراحه والله العظيم بجد انا ملفتة للنظر جدا عليك كريم. هل بيبقى الهدف من الكلام ده يعني اثبات شفافيه تسجيل موقف ولا تشكيك ولا ايه الحكايه؟ يعني وبنتاخر يا كريم بشكل كبير اربع دقائق وخمس دقائق كتير قوي على ان بتبقى اهداف واضحه كمان وضوح الشمس بتعمل كمان خد بالك ايه يعني بتعمل احباط للعيبه. انت بعد ما تبقى سخنان بتجيب جول وعايز تجيب الجول الثاني تروح انت موقف لي جيم اربع دقائق وخمس دقائق عشان اشوف لا جول ولا مش جول ده اوفسايد ولا مش اوفسايد. انا شايف برضك الفار احنا بنستعمله استعمال يعني خاطئ. في تاخير قوي في القرار بالنسبه للحكم الساحه وطبعا الحكام الموجودين في الفار. وعايز اقول لك كمان انت لما بتحرز يا كريم الهدف بيبقى عندك نشوه احراز الهدف بتبص تلاقي العيب بينط العيب بيعلق كلنا بنفرح وكلنا بندخل في المود وبعدين يوم ساحب وبعدين كل ده ساحب نروح هبطانين وبعدين ابدا اتكلم في السماعه وبعدين طبعا وبعدين ابدا اشاور جول ما خلاص خلاص الفرحه بتاعت الهدف اللي احنا يعني عايز اقول لك فرحة المهاجم او المدافع يعني ياسر لما جاب الجول طبعا فرحة المدافع بتبقى اكتر من فرحة المهاجم لان المدافع يعني بيبقى جول في السنة جولين في السنة لكن المهاجم بقى زي شريف ده 18 هدف هداف الدوري دلوقتي فما ينفعش ان انا يعني احرمه من الفرحة دي
يعني بيحس بنوع من الاحباط, مش قادر يفرح, يضطر يستنى يشوف الحكم ما هيعمل ايه في السماعه. فانا شايف الفار ساعات بيعطل لنا الجيم بشكل كبير, ومعانا احنا بالذات واضح قوي ان في تركيز بشكل كبير. ده اللي منشط النظر ايه الحكايه, الواحد بيقول لك هي بتشكل ظاهره ليه. تعال نفكر فيها في الفاصل ونرجع نكمل الكلام. فاصل ثم عاوز اتفضل. طبعا الدوري المصري اصبح اكثر سخونه بكثير في الفتره البسيطه جدا اللي فاتت, وطبعا يعني كر وفر وسباق ما بين الاهلي والزمالك, والاهلي حاليا هو المتصدر الدوري بعدد النقاط, ولكن اكيد اي تعادل او خساره هتقرب الزمالك من اللقب والعكس صحيح. الى اي درجه كابتن ماهر التفصيله دي او الواقع ده بيشكل ضغط على كل اللعيبه, فكره ان انت ما ينفعش لاي سبب وتحت اي اعتبار ان انت حتى تتعادل ناهيك عن الخساره, بتشكل ضغط كبير على اللعيبه. اكيد هم الله يكون في عونهم بصراحه, يعني انت عارف لعيبه النادي الاهلي على طول عايشه تحت ضغط طبعا, لانه يعني ما عندناش قدرهم ما عندناش غير البطوله. يعني احنا طول عمرنا الحمد لله اجيال بتورث اجيال طبعا. الضغط ده موجود من زمان, وموجود بقى كمان على مجلس الاداره وبقى على الجهاز الفني واللاعبين وحتى جماهير النادي الاهلي, فبقيت المطالبه خلاص لازم البطوله. وزي ما اتكلمنا قلنا البطوله المفضله بالنسبه لنا الدوري العام, لكن عايز اقول لك كريم لعيبه النادي الاهلي يعني عارفه مصيرها, عارفه طريقها, وانا بحييهم بصراحه, يعني لان اللعيبه دي بتعاني بشكل كبير جدا سنتين ورا بعض بدخول في بطولات ودوري وافريقيا فده بيبقى عبء كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. وفترات احنا شفنا النجوم كمان يعني المؤثرين بانون مثلا واضح عليه اجهاد, وبعدين فيروس كورونا بدري بانون ربنا يشفيه, قفشه واضح عليه الاجهاد بشكل كبير, شريف حتى الهداف يعني لا, ومحمود متولي اصابه جديده يعني اصابه متولي, وبعض معلول كمان برضك من اللعيبه المجهده بشكل كبير جدا. فعايز اقول لعيبه النادي الاهلي يعني هم اللعيبه الوحيدين اللي محطوطين تحت هذا الضغط, لكن طبعا شخصيتهم وشخصية البطل ودوافعهم بتطغى على حاجات كتير جدا, يعني بيحافظوا على نفسهم بشكل كبير, تدريباتهم منتظمة, التغذية الحمد لله يعني برضك موجودة بشكل جيد, دي كلها مساعدات بتساعد اللعيبة ان تكمل المشوار. مع الجانب النفسي بقى والاستشفاء اللي بتعمل في هذه المنظومة, يعني شغل كريم, شغل كبير جدا وشغل صعب, شغل مضغوط. اداره النادي والكابتن محمود الخطيب ومساندته بشكل كبير جدا مع اللعيبه, وجوده في التدريبات, وجوده في المعسكرات, في السفريات, كل ده بيدي دافع, بيدي ثقه للعيبه النادي الاهلي. يعني المنظومه تقدر تكون مكتمله, كل الناس داخله فيها بشكل احترافي. وعايز اقول لك ان الدوري السنه دي دوري صعب جدا, محدش قادر يتنبا صراحه طبعا. بنحيي نادي الزمالك بعد فتره التوقف اللي فاتت, عمل مباراة كبيرة جدا مع المحلة وكسب ثلاث أهداف. الشوط الأولاني كان من الأشواط الجميلة اللي عملها نادي الزمالك, طبعا لما ضمن النتيجة خلاص الشوط بعد في أريحية, لكن عايز أقول لك صراع جميل, أول مرة نحس بصراع قوي بين الأهلي والزمالك. لحد دلوقتي إحنا مش عارفين مين ممكن يكون صحيح أقرب للبطولة, لكن إحنا عندنا ثقة في الله وفي لعبتنا إن النادي الأهلي إن شاء الله لما بيرجع يركب قمة الدوري يعني, وده باين دلوقتي يعني وصفة. اول الجدول خلاص الناس كلها بتبدا تطمن, النادي الاهلي راح للمكان المناسب بالنسبه له اللي هو بيحبه المفضل له, ومن خلاله بقى يبدا ينطلق في جميع المواردات. جميل جدا, بس انا هرجع للنقطه الاساسيه اللي حضرتك ما ردتش عليا فيها. ماشي بالظبط كده, احنا اتلغى لنا جولين كويس, وواحد منهم لو هنتكلم يعني ما فيهوش اصلا جدال, تمام كده. النقطة دي لو اتكررت الأمر مخيف, لأن لو أنا بأدي والروح بتاعتي كنادي أهلي موجودة واللعيبة بتاعتي بيبذلوا أقصى ما عندهم والجهاز الفني وزي حضرتك قلت كلنا منظومة بتسعى ومحترفة, ولكن يجي حاجات زي كده بقى, سميها أخطاء تحكيمية, سميها عدم توفيق, معرفش, ولكن الأمر اللي على الأرض إن في أهداف بتلغى بسبب الفار سواء عن حق أو غير حق, ده مش كويس طبعا. وعندنا مش الموقف ده حصل قبل كده, يمكن مواقف قبل كده, ما هي دي بقى حصلت بصراحه يعني. ويمكن كابتن صدر حفيظ اتكلم في الموضوع ده بشكل كبير جدا, بشكل صارم طبعا, ما بيعاتبش على الحكام, لكن بيقول لهم لا احنا محتاجين حقنا,
ما انت ما ينفعش انا في مجهود مبذول من جميع المنظومه، ما ينفعش بقى يعني في 90 دقيقه حكم باش موفق يضيع لي بطوله كامله بمجهود شاق بهذا الشكل. فاحنا محتاجين طبعا يعني اخواتنا وحبايبنا ورجال التحكيم اللي هم بيسموهم القضاء العادلين، محتاجين يبقى في تركيز صراحه. يعني زي ما اللعيبه بتركز والجهاز الفني بيركز في المباراه عشان يكسب بالثلاث نقاط، انا كمان كحكم محتاج ان انا اركز في التسعين دي عشان اطلع في الفير بلاي، اطلع احسن حكم في هذا الاسبوع، احسن حكم في هذا الشهر. لازم التحدي ده بالنسبه للحكام، خصوصا حكامنا حكام دوليين، يعني مش حكام لسه بادئين طبعا، امين عمر وغيره طبعا، اسماء ما هياش صغيره بالظبط. بس احنا يعني حضرتك بحضرتك مثال، احنا انا ونهاوند متشرفين بوجودنا في البرنامج ده بقالنا سنه بالتمام والكمال. على مدار السنه دي اتكلمنا كتير على الحكام كملف لوحده، وعلى الفار كملف مستقل. سيبك من الفار، ادينا اتكلمنا فيه في حته التحكيم، لما يكون في تحفظات متتاليه يعني وكتير، هل دي بتكون سقطات تحكيميه ولا الواحد يبتدي يشك في وجود سوء نيه ولا هي صدفه ولا ايه الحكايه؟ وما كريم انا عايز اقول يعني هنبعد، يعني هي سقطات بصراحه، يعني يعني ما اقدرش اقول في حكم بعينه عايز واخد بالك يعني يضايقك او يعطلك، لان هترجع ليه هو يعني صحيح. الحكم لازم يبقى حكم عنده فير وعنده الفير بلاي وعنده كمان ده دور طموحات. طبعا ان انا عايز ابقى حكم رقم واحد في مصر، رقم واحد في افريقيا، اروح كاس العالم. ف دي احنا فعلا عندنا حكام محترمين حقيقي بالظبط. فالنهارده ما افتكرش ان احنا يعني في هذا العهد في حد مايل للابيض اكتر من الاحمر او الاحمر اكتر من الابيض، ما افتكرش يعني. ممكن تكون ميوله للون معين، لكن انت اكل عيشك ده مستقبلك، انت راجل عايز تتصنف، راجل عايز تبقى احسن حكم في مصر في افريقيا، فما ينفعش ان انا ادور على الابيض او الاحمر، لا لازم ابقى انا مش شايف ولا ده ولا ده بالظبط. العب انا كمان عشان اسمي وتاريخي. النهارده مثلا عندنا حكم او اثنين او ثلاثه من المسؤولين في افريقيا، ليه ما يبقوش خمسه سته؟ وبعدين نفس الكلام بالنسبه لكاس العالم. طب نرجع للضغوطات اللي ممكن يكون البعض بيتلقاها من هم ليسوا من مشجعي او جمهور النادي الاهلي، اللي دايما بيتحدثوا ان للاسف يعني، وهي حاجه بتضحك، ان الاهلي بيفوز بسبب دعم، بسبب ان الحكام بتاخد صفوك. هذا الكلام اللي يعني عار تماما من الصحه، لان ارض الواقع بتقول عكس كده اصلا. فهل هم ده بيحصل نتيجه الضغوطات دي، ان هم مش عايزين يروحوا او يتقال عليهم كده؟ دي حاجه. طب وانا مالي كنادي اهلي ان انا ادفع الثمن؟ ده السؤال. الشق الثاني، طيب ليه ما حدش تحدث عن مثلا ضربات الجزاء اللي في كل ماتش يعني للفريق الاخر او فريق منافس اخر؟ طيب ما ده موجود. فيعني عايزين نفهم. يعني السؤال الاولاني، انا شايف ان يعني الضغوطات اللي تقع على النادي الاهلي ان ده البطل، وانا عايز اعطل البطل. اعطله ازاي؟ اطلع بقى اشاعات على السوشيال ميديا ان الحكام بتساعد النادي الاهلي، ان الصحافه مع النادي الاهلي، ان كل البرامج بتساند النادي الاهلي، ان الحكام بيخافوا من النادي الاهلي. دي كلها ضغوطات بتحصل على النادي الاهلي موجوده، لان انت عايز تعطل البطل ده. البطل ده ما فيش حاجه هتعطله. طب اعطله ازاي؟ احاول اعطله نفسيا، ارمي اشاعات ان هو بيتساعد. يعني احنا على مدار 42 بطوله اتساعدنا؟ معقوله حاجه ممكن يعني مباراه مرتين يعني بالعقل وبالمنطق كده؟ وبعدين يعني الناس بتشكك في البطولات دي، 42 بطوله يعني كمان حتى المنافسه بعيده قوي يعني، مع احترامي طبعا اكيد، بس ده الواقع. ارقام المنافسه اللي موجوده 12 بطوله او 13 بطوله ل 42 بطوله، فطبعا الكلام ده كانت الدنيا اهدى شويه ايام ما كنت حضرتك في الملاعب زمان، قبل ما يبقى في سوشيال ميديا من اساسه. كان يعني هو عندك المعلق وعندك التحليل بعد المباراه وعندك الصحافه الرياضيه، ما عندكش بقى ناس قاعده بتطق حانك وعماله على الفيسبوك تقول الكلام مش مظبوط وتروج اشاعات وتحاول تهدم. اثرت بالسلب على الرياضه عموما اكتر ما افادتها اعتقد يعني. حتى العصبيه كريم اثرت على العصبيه، واخد بالك، والاحتقان اللي احنا بنشوفه حتى في الشارع، حتى في القافيه، حتى في المدرج.
ما كانش الكلام ده موجود زمان يعني بصراحه يعني. نتمنى دي حقيقه تنتهي ونتمنى عوده وده دوركم بقى طبعا ان شاء الله باذن الله يعني مره ثانيه انتوا بوعيكم طبعا ده دور الاعلام طبعا ونتمنى عوده الجمهور زي ما كنت انا وحضرتك بنتكلم في الفاصل مره ثانيه نقطه في غايه الاهميه يا ريت أكيد. يعني الجمهور بصراحه جول قفشه ده يا كريم نهوان لو في جمهور اتفرج على الحلاوه والجمال يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الامور الفتره اللي جايه دي يعني تهدى اكتر من كده وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي عارف طريقه فين وعارف اهدافه فين وعارف الدرع ده هو المفضل بالنسبه له وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي. نورتنا يا كابتن ماهر. بجمله التمنيات برضو نتمنى نشوفك على خير قريب. ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا فندم. جدا والله. كتير حضرتك نورت الدنيا كلها. خلصت حلقتنا بكره ان شاء الله نرجع نتقابل مع حضراتكم على خير باذن الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.